أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل طه وياسين والسبع المساني والقرآن العظيم، باسمك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحانك ربي سبحانك. الله سبحانه وتعالى رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء قد جمد، زين السماء الدنيا بالشمس والقمر والنجوم المسخرات، وجعل فوق الأرض جبالا راسخات عاليات وبحارا ذات أمواج وأشجارا مثمرات مورقات وقطعا متجاورات، وخلق البشرية بمختلف اللغات، ومن على أمة الحبيب محمد بنعمة الزوجات الصالحات، فقال جل في علاه بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. الزواج سنة الحياة ومتعة الحياة، والإنسان منا مولود بطبيعته يحب التآلف والتماسك والترابط، وهذه الأشياء لا تأتي إلا عن طريق الزواج. وبناء الأسرة دائما وأبدا يبدأ بزوجين اثنين ذكر وأنثى، لأن الله سبحانه وتعالى خلق من كل شيء زوجين اثنين لتستقيم الحياة، حتى الكهرباء بها سالب وموجب. وبدأ الله سبحانه وتعالى الكون والحياة الدنيا بزوجين اثنين ذكر وأنثى، آدم وحواء، فقال جل في علاه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الزوج ستر وغطاء للزوجة، الزوجة ستر وغطاء للزوج، بدليل القرآن: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. من أجل ذلك أي دين يقر الزواج؟ يهودية نصرانية مجوسية إسلامية؟ ولكن الله سبحانه وتعالى من على أمة حبيبه محمد بنعمة التعدد في الزواج، فقال جل في علاه بسم الله الرحمن الرحيم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. من أجل ذلك السعادة الحقيقية ليست بعلو المناصب ولا الوظائف ولا الجنيهات ولا الريالات ولا الدولارات ولا الحيازات، السعادة الحقيقية في الزوجة الصالحة تنجب لك مجتمعا مثقفا راقيا طيب الأخلاق، تعينك على قضاء الحوائج، تسألك عن الحلال والحرام، وتوصيك بأبيك وأمك وأخيك وأختك، وتقول في وصيتها: زوجي العزيز قليل يوفينا خيرا من كثير يضيف، أنصحك وأوصيك بأمك وأبيك وأختك وأخيك وجارك، أخشى علينا الحلال وبعد عن الحرام. من أجل ذلك حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جامعة مانعة نأخذ منها الموعظة الحسنة، قال صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة. أوصافها يا رسول الله: إن أقسم عليها أبرته، يعني حلف يمين والله العظيم ما تروحيش بيت فلان، ما تطلعيش من برا الدار، ما تعمليش كذا، تروح شمعا وطاعة. إن أقسم عليها أبرته، وإن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفزته في ماله وعرضه وولده. في دعائنا في الصلاة نقول:
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قيل أن حسنة الدنيا ألا وهي الزوجة الصالحة. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. من أجل ذلك في القدم اليهود كانوا يتزوجون صاحبة المال عندها مال كان يتزوجوها. النصرانية يتزوجون صاحبة الجمال البنت الجميلة. العرب في الجاهلية كانوا يتزوجون صاحبة القبيلة الحسب والنسب. أنا تزوجت من قبيلة فلان يفتخرون بالزواج. جاء رسول الله فنهى على هذه العادات وقال فاصفر بذات الدين تربت يداك. من أجل ذلك الزوجة المتدينة أخلاقها عالية طيبة الأخلاق إذا صلت فرضها الفرائض الخمس صلاة الخمس وصامت شهرها أي شهر رمضان وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي باب شاء. وأي امرأة باتت وزوجها غاضب عليها باتت عنها الملائكة حتى تستغفر ربها. الطيبون للطيبات الخبيثون للخبيثات. لقد صدق رسول الله الكريم حينما قال إنما الأعمال بالنية. جلسة طيبة مباركة بزوجين عروسين كريمين الزوج الأستاذ عبد الحميد ابن الحاج محمود عبد الرازق جد الله الزوجة كريم الغزاء وشعبان جد الله أبناء عمومة. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في ود وفي حب وفي خير. سلسلة طيبة مباركة جلسة طيبة مباركة علماء فاضل. أقوم بتقديم زميل المحترم صاحب الأخلاق العالي فضيلة الشيخ عبد الرحمن رضا فتش بالأوقاف. بارك الله في رب شرط في البركة. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. على العمدة الثاني عز وغالى مين الشيخ صالح عدد الكواكب النيرات.
نصلي على سيدنا محمد بعدد ما سكن في الأرض وفي السماوات. الصدر طبتم وطاب من شاء وتبوأتم من الجنة منزلا. لو تعلم الدار من قد زارها فرحت واستبشرت ثم قبلت موضع القدم. فتشريفكم إلينا فوق الرؤوس وحضوركم إلينا فوق كل كيف. قال الحق تبارك وتعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا سادة، كل لدينا في البيت إما أم كبرى عجوز شطاء وإما زوجة وإما بنت صبية وإما طفلة وإما رضيعة. فالإسلام أراد أن يقيم المرأة. جماعة لنا قبل الظروف اللي احنا فيها دي ترد أوروبا وأمريكا وكندا وغيره يقول لك الإسلام أهان المرأة ولم يعطيها حقها. لا، ما فيش أي مجتمع على مستوى العالم أعطى المرأة حقها إلا الإسلام. لا يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا إلمانية، إنما الذي أعطى حقها كاملا مكملا هو الإسلام. بس للأسف الإعلام بتاعنا إعلام هابط. جماعة اللي ماسكين الشاشات العليا يسقوننا السم في العسل، يريدون امرأة متبرجة، أختا متبرجة، أبا متبرجة، يريدون الفسوق والفجور والمعصية والعياذ بالله، حتى وصل بهم السوء إلى أن يريدون تشريع الشواذ والعياذ بالله. عايزين يعملوا تشريع لقوم لوط، تشريع للشواذ. ولكن أقول للجميع: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أقول للجميع شرقا وغربا أن الإسلام قضية من أعظم القضايا الناجحة، لا الأفواه ولا الأيدي ولا المجاملات ولا المداهنات تأخذ وتنعيد من الإسلام شيئا. صلي على الحبيب محمد على وجهه. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. محمود يخلق ما يشاء، يهب من يشاء إناثا بدأ بالأنثى. شوف كرامة المرأة في الإسلام، بدأ بالأنثى رقم واحد. يهب من يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ده الكلام بتاع ربنا. طب والنبي قال عليه ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من مكر بأنثى. يعني الرزق بتاع الأنثى كتير. اوعى تفكر بالك على انه دي غير مهضوم في الجناح ابدا. محفوظة، محفوظ من حفظها. ميمونة، ميمون من أكرمها، مهان من أهانها والعياذ بالله. صلي على الحبيب محمد. اللي عندك
البيت وربيتها ولا بنتين ولا ثلاثة. أول شيء تضمن دخولك إلى الإله وتضمن بعدك عنا. الدليل قال صلى الله عليه وسلم: من رزق بثلاث بنات فعذبهن وعلمهن كن حجابا له من النار يوم القيامة. سبحان الله. بعض الناس يقولون يعني أخذنا يريد عيش الجمال كويس، نعيش فيها كويس، نعيش فيها كويس، علما بأن النبي قال: ساووا بين أولادكم في العطية. الواد والبنت مع بعض، ساووا بين أولادكم في العطية. مش كده بس، ولو في القبل. يعني الاب للبنت. ده النبي محمد كان لا يحل له بال الا اذا قبل السيده فاطمه الزهراء بين عينيها ويجلسها مكانه. فين العلماء الغرب الان؟ فين ثقافه الغرب الان؟ انظر الى التقدم الحديث الاسلامي والذي اكرم المرأة بكل قواعدها، اكرمها زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم شيخ امام اسمعان حجة الوداع كان اخر كلام قال ايه؟ سبحان الله: استوصوا بالنساء خيرا. لكن توصى به بالخير، اوعى تحرمها من الميراث. اياك تدي ربوة. لا يا محترم، المرأة لها حق كاملا يجب ان يعطى كما قال الحق تبارك وتعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ليس تنقيصا من حقها، هي تاخذ النص جزء واحد يبقى واحد ونص، اخوها ياخذ واحد كامل ويتجوز بعد النص يبقى واحد ونص. هذا التشريع، تلك حدود الله. اياك والله العظيم، والجميع يعلم بذلك، اي بيت يجر على المراه خربان، اي بيت يظلم المراه في شقاء وتعاسى الى يوم القيامه. يا اخي دي حقها. يقول لك: لا يا راجل، هي مولد حقها. سلام. يعني القران الكريم والمولى عز وجل ما جعلش تحسب الميراث لا لمحمد ولا لموسى ولا لعيسى ولا ابراهيم ابدا، انما قسمه بنفسه لكي يكون لنا تشريعا. يا محترم، حاضر، اكرم بنتك يا اخي المحترم، اكرم اختك يا اخي المحترم، اكرم زوجتك. افضل لقمة تطعمها لمين؟ لنفسك، ثم لزوجتك، ثم لاولادك. سبحان الله، هذا تقسيم التشريع يجب علينا ان لا نمرره مرارا كرام، بل يجب علينا ان نكون نصب اعيننا على اساس يبقى مجتمع خير. ولا اقدر عليكم، اسال المولى عز وجل: اللهم بارك للحسين، بارك لهما، اجمع بينهما في خير، صل اللهم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شكرا للشيخ شيخ عبد الرحمن الرضا، بارك الله فيه. ذكرنا بشيء كلنا يعلمه تمام العلم، بعض الاحيان
يعني ربنا يكرم الواحد البنتين الثلاثة الأربعة يقول لك دخلوا في كلها بنات وحدوه. أنا في وجهة كده مش هطول. يقال على الروايات أبو طلحة أبو حفصة أبو حمزة الله أعلم. أبو حمزة أبو طلحة أبو حفصة أبو حمزة ماشي عبد الله. الرجل دي أبو حمزة كلمها مرأة وخلفته ثلاث أربع بنات وجمع جنبه وقالوا له اتجوز ورب ذيك ما كنت من الأخرى الجديدة تنجب أولاد ذكور يعني. هو ليس بعيب فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع بس العيب فيا انك انت تترك الجديده الكبيره في السن وتبقى مع الجديده على طول. لا الحوثيين مشاور ريد لما تزوج الجديده ترك القديمه وفي يوم جايب كده كيس في فاكهه طلبات وبيت القديمه قدام منه ما حولش عليه راح البيت الجديد على طول. هم القديمه وقفت على الباب على طول يوحدوا قديم. ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يدينا أغاضب علينا على أننا لا نلد البنين والله ما هذا بعيب فينا فنحن الأرض هي الصار لا ننبت إلا الذي يطرح فيه. مرة جهادي وحدوا نسمع إلى الجوهر صاحب اللسان الرفيق المحترم الشيخ عبد التايم فضل المولى تفضل. بركة حبيبي كله لازم أشهد الشيخ الله يكرمك الشيخ عرب سجلك عليهم زدك من العلم يا رب فينا في شر البلاء والأمراض. الحمد لله رب العالمين وحسن العاقبة للأبرار الأطهار المتقين الموحدين ولا عدوان إلا على الطغاة العصاة الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأرسل إليه رسله وحملهم بالشرائع التي تعمل لمصلحة هذا الكائن فسبحان من خلق وسوى وأكرم وهدى سبحانه وتعالى ثم امتن على هذا الإنسان بأن جعل له زوجا يسكن إليه فقال سبحانه ومن آياته علامة مكرمة منا نعمة من الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لا إله إلا الله ونشهد ونقر بقلوبنا بعظمنا بلحمنا نشهد ونقر بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. اسمع إليه صلى الله عليه وسلم وقف يوما بين أصحابه وقال أيها الناس
أيها الناس إنكم مسؤولون عني أمام الله يوم القيامة، إنكم مسؤولون عني أمام الله يوم القيامة. ليس هذا للصحابة فحسب، بل لكل من جاء وآمن برسول الله أو سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، للصحابة ومن بعدهم إلى قيام الساعة. ستسأل يا عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نسأل؟ قالوا يا رسول الله، تقول أننا نسأل عنك يوم القيامة؟ قال نعم. قالوا نقول ونشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال يا رب، يقولون أني بلغت وأديت ونصحت وجاهدت، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. هكذا من هذا المنطلق تعلم يا عبد الله أنك مسؤول أمام الله، مسؤول أيها الزوج عن زوجتك. هذه الأمانة التي أكرمك الله عز وجل بها، فإن كنت صالحا ورزقت بزوجة صالحة فاعلم أن الله قد أتم لك المنة، اعلم أن الله قد أتم لك المنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رزق بزوجة صالحة فقد اكتمل شطر دينه، فليتق الله فيما بقي. أعطاك الله الزوجة الصالحة وهي أمانة، ستسأل عنها أمام الله يوم القيامة ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة. الرجل راع ومسؤول عن رعيته. ستسأل أيها الرجل عن زوجك، عن أولادك، ستسأل عن أهل بيتك. هل راقبت الله عز وجل فيهم؟ هل راقبت أولادك؟ نظرت مع من؟ مع من أصدقاؤهم؟ نظرت في سلوكهم؟ راقبت أفعالهم؟ أم تركتهم وضيعتهم؟ ستسأل عما استرعاك الله يوم القيامة، وخاب وخسر من ضيع هذه الأمانة. ماذا تقول أمام الله يوم القيامة حينما تسأل يا عبد الله عن هذه الأمانة؟ ماذا تقول وأنت راعي في أهل بيتك، في زوجتك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. ماذا فعلت لها؟ ماذا قدمت لها؟ هل أعنتها؟ شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: ولا عجب، ده لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، بل إن شئت فقل كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. النبي كان يعمل إيه مع زوجاته؟ شوف سريعا حتى لا أطيل. عائشة كان النبي يدلعها، من فينا بيدلع مراته وتوحد لا إله إلا الله؟ ده بيقول لها: يا بنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلع عائشة، يلي عايز تتعلم الحب الحقيقي
تعلمه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لها ايه؟ يا عويش. يدلعها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مره من المرات كانوا الاحبش في المسجد يلعبون بالحمار، وعائشه عايزه تتفرج، يحملها النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه وهي تنظر، ويقول لها يا عويش هل اكتفيت يا عويش؟ بتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل اكتفيت يا عويش؟ سبحان الله، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله، يخدم آل بيته، يخدم في بيته، يساعد مراته. ده النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتحب النبي صلي عليه وسير على منهج النبي، واعلم أنك ستسأل عن أهل بيتك، عن زوجتك وعن أولادك. والمرأة أيضا راعية ومسؤولة عن رعيتها. لكل امرأة عايزة تخش الجنة اسمع الصفات اللي قالها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي والخبر أيضا عند مسلم وعند غيره. النبي قال ايه؟ صلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال نساء ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ عشان المرأة المسلمة المؤمنة تسمع الأوصاف دي وتقتدي علها أن تكون من أهل الجنة. اللهم آمين. من يا رسول الله؟ ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الودود، الولود، العؤود. الودود معروفة هي تتودد إلى زوجها بالكلام، لينة اللسان، طيبة اللسان والذكر. سبحان الله، مع إنه إخواننا والله العظيم واحد قال لك إيه؟ قال الكل بيتكلم عن المرأة الصالحة، المرأة الجميلة، طب المرأة القبيحة؟ رد عليه واحد تاني قال له إيه؟ قال المرأة السيئة أيضا فيها أو منها فوائد، فايدة منها أي شيء؟ قال أنها تجعل لسانك دائما رطبا بذكر الله، وحده لا إله إلا الله. قال وكيف ذلك؟ ده أول ما تشوفها تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما تسمع صوتها تقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. طب ما أنت ذاكر لله على طول أهو، لا إله إلا الله. لا والله سيدة فاضلة يا مولانا، جزاك الله خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ الودود، الولود، العؤود. مين العؤود دي؟ اللي تيجي لما زوجها يغضب منها تقول له والله لا انام حتى ترضى عني. الله اكبر، الله اكبر، لا انام حتى ترضى عني. نعم، كما قال الشيخ كمال وشيخنا الشيخ عبد الرحمن عن اوصاف المرأة الصالحة، إن أمرها أطاعت وإن أقسم عليها أبرت. ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهختم سريعا حتى لا أطيل. في عهد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والخبر رواه الطبراني وغيره، أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد السفر، مسافر، فأوصى زوجه، يعني أوصى امرأته، قال لها لا تخرجي من البيت حتى أعود. بعد كم يوم جاء إليها أخوها وقال لها يا أختاه إن المرض قد نزل بأبينا، فهلا ذهبت معي لزيارته؟ قالت له زوجي أمرني ألا أخرج من البيت حتى يرجع من سفره. سبحان الله. هو كل ما تطلعيش تطلع على طول. سبحان الله. والله العظيم يقول لها ما تطلعيش من البيت، تقول له حاضر مش هطلع. يا دوبك خطوتين بص لقيها قدام منه واحد يقول لا اله الا الله. دي في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل؟ اخوها جه قال لها ابوك عيان، تعال يلا نروح نزور.
قلت له لا ده انا عهدت زوجي قال لا اخرج. قال لي ما تطلعيش وما مرضوش اطلع. عايزني اطلع روح استأذني من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. راح اخوها للنبي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعتها لزوجها خير لها من عيادة ابيها. خليها طيعة لزوجها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح لو امرت احدا ان يسجد لاحد غير الله. سجود ايه؟ سجود تشريف وسجود تكريم. لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها. مش سجود عبودية ولا مزلة. العبودية والمزلة لله الواحد سبحانه وتعالى. قال له طاعتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال له طاعتها لزوجها خير لها من عيادة ابيها. بعد ايام مات ابوها. ذهب الاخ الى اخته وقال يا اختاه ان الموت قد نزل بابينا وبعد ساعات نواريه التراب فهلا ذهبت معي لتودعي اباك؟ قالت له كما تعلم يا اخي. طب اذهب واستاذن لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال له ايه؟ قال له طاعتها لزوجها خير لك من ان ترى ابيها وهو ميت او ان تودع اباه. سبحان الله. بعد ايام جاء الزوج من السفر وسمع ما حدث فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انا عملت مصيبه كبيره. راح لحضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي قال له ايه؟ بعد ما قص عليه قال له رسول الله قبل ان يجيب النبي نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك بشر هذا الزوج قل له ان يبشر زوجته ويقول لك ان طاعتك لزوجك جعل الله عز وجل يغفر لأبيك وقد أدخله الجنة إكراما لطاعتك لزوجك. الله أكبر. بفضل الطاعة بتاعتها إن أمرها أطاعت. ده الزوجة الصالحة وانت مسؤول عنها فهي أمانة أعطاك الله إياها. حافظ عليها حافظ عليها واتق الله فيها. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. بارك للعروسين واجمع بينهما على خير يا رب العالمين. كن معنا ولا تكن علينا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلنا الله الحمد لله. يلا خبر الله ما شاء فعل. معلش يا اخواننا ناس في الاطار برضه عشان الدنيا شتي كل واحد يبص في ساعته. بس العلم رحم بين اهله والعلماء ورثه الانبياء. ما ينفعش نحن نتكلم وتلاميذنا اللي هم افاقونا وناس محترمين زي فضيله الشيخ امام دهشور يعني كلمه الشكر مع فضيله الشيخ امام دهشور عبد الغني فليتفضل كلم الشكر. تفضل. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لك الحمد يا ربي على كل نعمة ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله. سبحانه أعجز الإنسان بالجبال والنمال بل أعجز الإنسان بذات الإنسان. لحم وعظم وعروق ودم. سبحانك قلت للرسال ذق وهو لحمة فذاق. وقلت للعين ابصري وهي شحمة فأبصرت. وأشهد أن حبيبنا محمد رسول الله إمام الأنبياء وسيد الأصفياء. عذرا رسول الله إن قصرت في وصفكم فإن جمالكم لن يوصفا.
طارت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. فوالله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى. ووالله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. ووالله لو وجه الحبيب تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. يكفيه لقا في السماوات العلا وبحضرة الرحمن تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره ولكن نور محمد لن يخسفا. أيها الجمع الكريم، بارك الله في حضراتكم جميعا وردكم الله إلى دياركم وأبنائكم سالمين غانمين. وأرجو من الله ألا تقلقوا وأنتم في حضرة الملائكة، أرجو من الله ألا تستعجلوا، لأن حفلات السمر وحفلات المجون والرقص والمزمار تبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة إلى طلوع الفجر، وأحيانا يكمل بعد الفجر. ولا يقلق أحد ولا يغضب أحد ولا يشعر أحد بالبرد، لعل جلسة المشايخ هي اللي بتجيب البرد يا شيخ محمود، فمش عايزين نقلق. لا، احنا الآن في مجلس ذكر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. الكلام ده لما قاله سيدنا النبي كانت القلوب على أطهر ما يكون، ولكنه على ما سيكون. القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. احنا الحمد لله أصبحنا من أصحاب القلوب التي صدقت والقلوب التي مرضت، إلا من أتى الله بقلب سليم. ده مش موجود، لا القلب السليم موجود ولا القلب النقي الخالي من الصدق موجود. طب الحل؟ قال: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. ذكر الله اللي احنا فيه الآن، تسمع الشيخ محمود والشيخ عبد الرحمن والشيخ كمان يذكرون، نتذكر جميعا الله في هذه المجالس. ولذلك قلة مجالس الذكر جعلت القلب والعياذ بالله الآن فيه اللي قلبه أسود من ظلام الليل، فيه اللي ربعه بايظ ولا تلتاه بايظ ولا خمسه، كل واحد حسب ذكره لله سبحانه وتعالى. ما تقلقش من الشيخ يطول، ما تقلقش من الشيخ محمود لما ياخد ساعه وتقعد تبص وكأن في جرب وكلام في الجسد. لا، انت الان في طاعه الله. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله فيمن عنده. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، وانزع الفتن والخلد والحقد من قلوب المؤمنين يا رب العالمين. اجعل بلاد الاسلام بلاد عامره بالامن والامان والاستقرار يا ارحم الراحمين. وانتقم يا ربنا ممن اراد بنا وببلادنا وبعبادنا يا ربنا فتنه، اللهم ارحنا منهم الى ان نلقاك لا ترنا احدا منهم يا رب العالمين. وصل الهي وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكر الله لكم جميعا وبارك في العرسين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جاء دور الدستور السماوي حبل الله المتين قوة المستضعفين سند السالكين ظهر اللاجئين.
القرآن الكريم من تكلم به صدق، ومن حكم به عدل، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. قارئنا الإذاعي الكبير قارئ العالم الإسلامي بيت القراء فضيلة الشيخ محمود سلمان الحلفاوي، فليتفضل.